أعلن صباح اليوم مكتب التربية والتعليم بمحافظة تعز النتيجة العامة لاختبارات المرحلة الأساسية، والتي جرت قبل شهر رمضان المبارك لتعلن اليوم بعد التصحيح والمراجعة وعملية الرصد الدقيق للدرجات. تقدم للاختبار 27,637 طالب وطالبة، نجح في الاختبار 22,146 طالب وطالبة، رسب في الاختبار 4,411 طالب وطالبة، غاب عن الاختبار 1,080 طالب وطالبة. أعلى نسبة نجاح حققتها مديرية صبر الموادم وهي 88.35%، وأدنى نسبة نجاح كانت في مديرية الصلب وكانت 51.91%. النسبة النهائية أو الأخيرة للنجاح هي 80.13%. الطالبة سلوى عبد الله علي سعيد، مديرية صبر الموادم، المدرسة الوحدة مراغة، المعدل حقها 98.7 الأولى. روان عبدو غالب وهبة، القاهرة، خديجة الكبرى، المعدل 98.6 الثاني. بشائر سمير محمد رسام قائد، خديجة الكبرى من القاهرة، 98.6 الثاني مكرر. ريما وحيد عبد الباري مقبل، المظفر، دار القرآن، 98.4 الثالث. أوائل المرحلة الأساسية بالمحافظة من بين 27,637 طالب وطالبة تم تقدمهم للاختبارات بعدد 17 مديرية، والتي حررت من الميليشيات من بين 23 مديرية تتكون منها محافظة تعز، لتحتل المرتبة الأولى على مستوى الجمهورية من حيث عدد الطلاب. تحتل محافظة تعز المرتبة الأولى من حيث عدد طلاب التعليم الأساسي، ورغم المعاناة ورغم قلة الإمكانات وشحتها، إلى أن الإخوة في لجنة الاختبارات في اللجنة الفرعية للاختبارات في مكتب التربية والتعليم بذلوا جهد مشكور، وسارت الاختبارات سير طبيعي لم يشوبها أي إشكالات فيما يخص التعليم الأساسي، وكانت ربما يعني فريدة هذا العام ومتميزة. إشادات واسعة وكبيرة بنجاح عملية الاختبارات لهذا العدد الكبير من الطلاب، كما جرت اختبارات الشهادة الثانوية أيضا والتي لا زالت تحت التصحيح والرصد بنجاح أكبر، وتنظيم تحسن كثيرا عن بقية الأعوام الماضية بحسب المشرفين والتربويين القائمين على العملية التعليمية.